بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. فبداية نسأل الله أن يبارك في هذه الليلة المباركة، وأن يبارك في أخينا السي عبد السلام، وأن يبارك في ذريته وأهله وأسرته، وأن يبارك في الزوجين، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك في الحاضرين أجمعين، وأن يجعل ليلتنا هذه ليلة تكون لنا حسنات وثواب وأجر يوم القيامة، وأن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذه الليلة المباركة. فأمور تجمع بين الإنسانية منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وهي مشتركة بين بني البشر. وجاء الأنبياء والمرسلون ورغبوا فيها وأصلوها، وأمور صالحة نافعة لا نعرفها إلا من خلال الأنبياء والمرسلين، ونحن المسلمون لا نعرف ما ينفع وما يضر إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بيّن لنا الطريق وبيّن لنا خير الدنيا والآخرة. فالإسلام لا ينسى أمور الحياة، الأمور الحياتية التي يتمتع بها الإنسان، لكن هذه الأمور الحياتية فتكون منبعها ويكون منبعها الدين، من خلالها يحصل الإنسان على الأجر وعلى الثواب، كالأكل والشرب واللباس. فهذه أمور حياتية طبيعية ضرورية أنك تلبس اللباس، لكن الفرق بينك أنت كمسلم وبين غيرك أنك تلبس وتحصل على الثواب، وغيرك يلبس ولا ثواب له ولا أجر. وذلك أنك تلبس تقول بسم الله وتدعو الله عز وجل، وتشرب وتقول بسم الله، وتنتهي من الشرب الحمد لله، وهكذا في الأكل والشرب والغسل والحياة والبيع والشراء. فإذا ربطت أمور حياتك بالله عز وجل فإنك في عبادة. كذلك الزواج، فالزواج من الأمور ضرورية الحياة، وهو ضمان الاستمرارية للجنس البشري والنوع البشري. فهذه نعمة وعبادة إذا ربطنا هذا الزواج بالإسلام بالدين بالله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان سنده في مقال، أربعة من الأنبياء والمرسلين، أربعة أمور من سنن المرسلين، أربعة من سنن المرسلين: الحياء والعطر والسواك والنكاح. الحياء والعطر والسواك والنكاح. فالحياء هي فطرة طبيعية في الإنسان، وقد تجد غير المسلم يستحي، ولكن المسلم يستحي خوفا من الله عز وجل وامتثال لأمر الله ورسوله. والحياء خلق المؤمن، صفة تليق بالمؤمن كمؤمن ومؤمنة يخافان من الله عز وجل. والحياء والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالأمة إذا رفع الحياء فيها فلا خير فيها، بمعنى هي إلى البوار والهلاك أقرب.
لأن الحياء يرفع من شأن الأمة، يرفع من شأن الناس، تجد الحياء فيدفع الإنسان إلى أن يوقر الآخر ويحترم الآخر ويعتني بالآخر وينفع الآخر ويقدم الخير للآخر. إذا رفع الحياء تكون الفوضى في الحياة، فيكون الاختلاط بين الذكر والأنثى ولا حياء في ذلك، ويكون عدم الاحترام الناس فيما بينهم بعضهم بعضا. فهذا ما نراه ونشاهده في واقعنا في الأسواق وفي أماكن العامة في كل مكان، نرى الحياء قد رفع في الألفاظ في الأخلاق في المعاملات. فهذا نشتكي منه ويشتكي منه كل واحد العاقل حينما ينظر إلى واقعنا فيحزن. ما كنا نسمع من الأطفال هذه 20 سنة أنك تسمع كلام فحش من ينطق به الطفل، الآن صار الفحش والتفحش هو سمة الشباب، سمة الأطفال، يتعلمون ذلك في الأزقة وفي الشوارع حتى في وسائل الإعلام من خلال المسرحيات والأفلام. فصار الإنسان ينطق بالفحش دون أن ينتبه أنه يخدش ما ألفته الأمة من هذا الخلق الرفيع وهو الحياء. إذن فهذا الحياء هو من المرسلين، يعني كل المرسلين والأنبياء كان فيهم الحياء، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يوصف فكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء أشد من العذراء في خدرها، بمعنى العروس أو البنت الفتاة من عادتها الحياء، من عادتها الحياء، حتى أن إذا خطبت خطبها خاطب أو عرض عليها الزواج فتصمت ولا تجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذنها صماتها، أما هالزمان فقد تختار هي وقد تعرض الأمر على أبيها، لأنه رفع الحياء، رفع الحياء، بل وقد تحاور أباها أو أخاها في أمر الزواج وتقول هذا يخصني، حياة تخصني، فرفع الحياء. الأمر الثاني والصفة الثانية العطر. فالإسلام حينما يقول العطر وهو الطيب وهو الرائحة الزكية وهو المسك، فيعني أمر آخر، وهو أن الإنسان يجب أن تنبعث منه الرائحة الطيبة. إذا كان المأمور أن نستعمل الطيب في لباسنا وثوبنا وبدننا، فكذلك يجب أن ينبعث منا الطيب، أي من خلال كلامنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا، بمعنى أن تكون طيبا. فلا معنى للطيب إذا تطيبت وأنت تنبعث منك أي مثلا كلام سيئا قبيحا، الناس يشمون منك رائحة طيبة، المسك، العطر، الكولونيا مثلا، أمور طيبة، ولكن حينما تنطق تنطق بكلام فحش، فلا معنى لهذا. كالذي يلبس مثلا عباءة بيضاء نقية جلباب نقي، ولكن حينما يتحدث يتحدث بالسوء، خلقه خلق سيء، فهذا يتناقض مع ما يلبسه أو يتناقض مع مظهره. إذا كان المظهر جميل فيجب أن يكون كذلك خلقك جميلة، المظهر والمخبر، ولذلك لا تعتني بالمظهر وتنسى المخبر المخبأ، لأن الله عز وجل كما ينظر إلى مظهرك ينظر إلى مخبرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى نفوسكم، ينظر إلى قلوبكم، ما تحملونه، هل تحملوا الخير للناس، هل تحملوا النور للناس، هل تحب الخير للناس. فهذا ينبغي أن يفهمه الإنسان. ولذلك في عصرنا هذا نعتني بالمظهر فقط.
وكثير منا من يهمل المخبر والمخبر. ثم الصفة الثالثة السواك، العناية بالمظلوم. لا يوجد دين يعتني بنفس الإنسان ومظهره وبدنه وفي كل شيء، لا يوجد دين إلا الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد اللي هو كامل ويراعي شؤون الإنسان في كل أموره. أما القوانين فلا نتحدث عنها لأن لا تتطرق إلى ما يفيد الإنسان. فالسواك وهو عود الأراك أو ما يقوم مقامه، الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليه كثيرا، فأمرنا أن نستعمل السواك، أن نتسوك عود الأراك حال الوضوء، حال استيقاظنا من النوم ودخولنا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية بالسواك عند كل صلاة. فأنت هذا الفم وهذا الوجه الذي تحمله سمي الوجه لأنك تواجه به الناس، مواجهة للناس، تستقبل الإنسان، تجلس مع الإنسان، فتتحدث إلى الإنسان، فهذه الرائحة التي تنبعث منك تشم منك، ينبغي أن تكون طيبة. والسواك كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. شوفوا الدين كيف كيعتني بالإنسان. ففمك هذا هو طريق القرآن، هو طريق ذكر الله عز وجل. هذا الفم ماشي ملك لك، تنطق بما تشاء وتخرج ما تشاء من الكلام. لا، هذا نعمة من نعم الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذا طريق القرآن، طريق ذكر الله عز وجل. أشغل به ذكر الله، عمر به ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذن فلما تقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي، فطيب هذا الفم، هذا اللسان، طيب هذا الفم، هذه الأسنان، تكون طاهرة، يخرج منها القرآن والفم طاهر، يخرج منه ذكر الله عز وجل والفم طاهر. فلا معنى لإنسان يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل ويغتب الناس، أو يتكلم كلام فاحش، أو يكذب، أو يقول زورا، فما عندوش تشي معنى. أو دخان مثلا، تدخين، أو يشرب الخمر، والعياذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا في شأن رمضان صيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. أنت كتصوم ولكن كتقول الزور، أنت كتصوم ولكن يتكذب، فلا معنى لها الصيام. كذلك الصلاة، من لم تنهى وصلاة على الفحشاء والمنكر فلا صلاة، لأن الله يقول: واتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا المعنى. الصفة الأخيرة وهي من سنن المرسلين النكاح. الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذه صفة الأنبياء والمرسلين. فالإسلام يحث على الزواج وينهى عن التبتل، الانقطاع عن الزواج، العزوف عن الزواج. فهذا الزواج هو نعمة من نعم الله عز وجل، وهو آية من آيات الله عز وجل. لما يتأمل الإنسان في هذه العلاقة تاع الزواج بين المرأة والرجل، فهذه علاقة سطحية بالمنطق بالعقل، ولكن المراحل التي يمر بها تكوين الجنين فهو آية من آيات الله عز وجل. كيف لنطفة تخرج من الإنسان ثم تعلق بالرحم ثم تتكون علاقة ثم مضغة ثم وهكذا إلى أن يصير الجنين، يتكون مصنع.
فهناك شركات تصنع غير حديد، وفي كل مرة كنسمعوا بأنه شركة من الشركات طلبت أنها المصانع ديالها ما صنعته من سيارات أو من الهواتف أو من كذا خصها يرجع للمصنع لأنه في خلل، وقع في خلل ألاف خلل. هذا غير ما فيه روح، ما فيه أمور دقيقة، فيه أمور ماشي دقيقة، يعني الخيطان الحيوط كذا من يعني الحديد. فهذا أمور الدنيا، فكيف بالأمور الدقيقة جدا، العروق الدقيقة جدا يصنعها من الله جل شأنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا تكون كيأتي عن طريق الزواج، ماشي فوضى بحال الحيوان، لا احنا مضبوط، هذا مضبوط. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبعدها ماذا قال الله عز وجل؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل الحياة الزوجية كتبنى على شروط وعلى شرع من الله عز وجل، شرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنبني هذه الحياة الزوجية على أسس متينة ما تكونش فيها الفوضى؟ لأن أول ليلة اللي غادي يربط الإنسان فيها الرجل مع المرأة واحد العلاقة اللي هي نتاع الدوام، خصها تربط على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن باش نضمنوا الاستمرارية لهذا الإنسان من خلال هذا الدين والبركة. لأن في أوروبا وفي دول أخرى، الأمم الأخرى، فالإنسان يتزوج، هذا الزواج العادي يتزوجوا ويخليوا الأولاد، ولكن مع المدة يتخلوا عليهم، يتخلوا عليه، وصل واحد اللاج واحد السن فيتخلوا عليه، صافي العلاقة كتنقطع بين الأب والابن، إلا مدة زيارات كذا، ولكن ذاك المحبة، ذاك المودة، وذاك الإخلاص، ذاك الإحسان، ذاك المرور ما كاينش. إحنا لا في الإسلام، لا، العلاقة كتبقى مستمرة إلى أن يموت. مثلا أنت الإبن عندك علاقة مع أباك ومع أمك إلى أن يموتا، وإلى ماتوا ما تنقطعش العلاقة، لا، بعدها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولذلك هذه العلاقة كتبدأ منها، من هنا، من هالليلة. الزواج واش كان على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا على غير ذلك؟ فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الزواج زواج خير وعلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بين الزوجين في خير، وأن يبارك فيهما، وأن يجعل المودة فيما بينهما والرحمة فيما بينهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.